بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب التربية الخاصة في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. إن شاء الله محاضرة اليوم بعنوان تنمية الحواس المتبقية لدى الكفيف. تناولنا في المحاضرات السابقة تنمية بقايا الإبصار وتنمية حاسة السمع. سوف نتعرض في هذه المحاضرة إلى تنمية التذوق وتنمية حاسة الشم. يتوقع بعد انتهاء من هذه المحاضرة إن شاء الله أن تكون قادرا على أن تتعرف أهمية حاسة الشم للمعاقين بصريا، تجري بعض التدريبات اللازمة لتنمية حاسة الشم، تتعرف أهمية حاسة التذوق، تجري بعض التدريبات اللازمة لتنمية حاسة التذوق. نلاحظ أن المحاضرة منقسمة إلى شقين، شق متعلق بالشم وشق آخر متعلق بالتذوق. تنمية حاسة الشم لدى المعاقين بصريا. لحاسة الشم دور هام في حياة المعاق بصريا من خلال مساهمتها في اكتسابه العديد من المعلومات الضرورية والهامة عن الأشياء التي توجد من حوله، سواء كانت روائح طيبة أم كريهة. تأتي حاسة الشم في المرتبة الثانية بعد حاسة السمع عند الأشخاص المكفوفين، إذ أنها من الحواس بعيدة المدى نسبيا، لذا فإنها مفيدة في التوجه وأكثر فائدة في الحركة، لأن هناك الكثير من الأماكن التي تصدر عنها أو تنبعث منها روائح تميزها، مثل محطات الوقود، ورش الدهان، محلات الزهور، محامص البن، ومحلات العطور. كل هذه الأماكن يمكن للكفيف أن يشم هذه الروائح إذا كان في مسافات بعيدة إلى حد ما عنها. لكل هذه الأماكن رائحتها الخاصة المميزة التي يمكن للكفيف إدراكها وهو يسير في الطريق، أو قد تكون هذه الأماكن غاية له أو هدفا ينشد الوصول إليه، وكلما اقترب من مصدر الرائحة أدرك أنه قد اقترب من وجهته الصحيحة. يمكن للطفل المعاق بصريا أن يشم عن بعد رائحة بعض الزهور والنباتات العطرية مثل البنفسج والياسمين والفل والورد. هذه الروائح الطيبة قد يشمها الطفل الكفيف من مسافات بعيدة. في داخل المنزل أيضا تلعب حاسة الشم دورا مهما، فإن الروائح المنبعثة من المطبخ أو غرفة الطعام يمكن أن تكون مفيدة في تحديد موقع الغرفة ومعرفة موقع باقي الغرف والأماكن الأخرى. لذا يجب مساعدة الطفل المعاق بصريا على معرفة كافة أنواع الروائح التي يقابلها. يمكن أيضا أن تكون حاسة الشم هي السبيل لتعرف الكثير من المواد والأدوات كالخضروات والفواكه والأغذية المختلفة وإدراك مدى سلامتها وتجنب التالف أو المعطوب منها. على سبيل المثال، رائحة البرتقال السليمة تختلف عن رائحة البرتقال المعطوبة، لذا يجب تدريب الكفيف على التمييز بين هذه الروائح. كذلك فعن طريق حاسة الشم يستطيع المعاق بصريا أن يفرق بين بعض الأشياء التي يستخدمها في حياته اليومية كالصابون والكريمات ومعجون أسنان. هذه الأشياء لها روائح نفاذة، لها روائح نفاذة يمكن للكفيف مجرد شمه لرائحة الصابون، إدراك الصابون، شمه لرائحة الكريمات، الشامبوهات، معجون الأسنان. أيضا يمكن لحاسة الشم أن تساعد المعاق بصريا على تجنب الكثير من المخاطر، على سبيل المثال التنبيه لرائحة غاز متسرب من المطبخ أو الموقد إلى آخره. تدريب المعاق بصريا على تنمية حاسة الشم وتطويرها يؤدي إلى زيادة كفاءة الإدراك الشمي لدى المعاق بصريا. بعض التدريبات اللازمة لتنمية حاسة الشم. كيف يمكن أن ننمي حاسة الشم باستخدام التدريبات؟ مثلا تنمية إحساس المعاق بصريا بالروائح ووعيه بها وإدراكها. تدريب المعاق بصريا على التمييز بين الروائح سواء كان من حيث النوع أو من حيث الشدة، نوع الريحة أو شدتها قوتها. تدريب المعاق بصريا على تحديد مصدرها، مصدر الرائحة جاي منين. تدريب المعاق بصريا داخل المدرسة على رائحة الخشب والصمغ والمعجون والدهانات والعطور والصابون إلى آخره. تدريب المعاق بصريا على روائح الغرف ذات الطابع الخاص مثل العيادات وغرف الاقتصاد المنزلي والمعامل وورش النجارة.
خطة لتنمية التدريب الحسي، تمييز وجود رائحة، الأدوات المطلوبة لها، عطر، قطعة قماش ومعطرة وأخرى غير معطرة، ورقة معطرة وأخرى غير معطرة، الأنشطة. طبعا نطلب من الكفيف أو نعرف الكفيف بصريا لرائحة العطر، وسؤالي إذا كان قد شم الرائحة أو لا، إعطاء المعاق بصريا قطعتين من ورق أو من قماش إحداهما معطرة وأخرى لا، ونبدأ بنفس السؤال، الطلب من المعاق بصريا أن يؤدي حركة معينة كان يصفق مثلا عندما يشم رائحة معينة. في هذا التدريب أيضا راح ننمي حاسة الشم من خلال التعرف على رائحة العطر. فعندنا في البداية عبارة عن مادتين، قطعتي ورق وقطعتي فاحم أو قماش. فيطلب من الشخص طبعا راح نرش عطر على ورقة وعلى فاحم، ونطلب من الشخص تمييز القطعتين اللي فيها عطر، قطعتين ورقية أول، القطعة الأولى والقطعة الثانية، القطعة الأولى اللي فيها العطر. كذلك في الفاين عطر، هذا من العطر، هذا